أنا صعب علي أشوف بختي ولا طولش صعب علي أشوف بختي ولا طولش فتلت حبل الوداد قصر ولا طلشي يا مثل دمع اللي حب ولا طلشي في ناس تبلغ امل عندي العمل والطول في ناس بتبلغ امل عندي العمل والطول وناس بتجري من الشمس للمغرب شمعان ليله الاسير شرحها بيطول ودلاله الفرح يطلع شمسها مغرب يا عبد خليك مع الله ولا تندم على اللي راح يا عبد خليك مع الله اوعى تندم على اللي راح انت اصفي ضميرك يعني اخلص ضميرك مع المولى الكريم ترتاح لو ترتب جناح غير المكتوب ولا تقول شيء املى القناة
قال يا ضيوف يا مرحبا بكم بدل الله
راد الرحب بهم طبعا، راد الفقرة والتعبان ما معهوش الا فضل المولى. لما ابو زيد قال له فيش مطرح في المدينة ان بيت الليلة دي وبكرة نعزمه قداب، شوف الكرم بتاع الراد العمر الكريم ما يضاب. قال لي يا ضيوف يا مرحبا بيكم، دي توزن تدور مزاد الهنا بيكم، بدل الليل عشر ايام يلا ورا يا البيت عالساحة وبعمدان. تعالوا يا ضيوف المولد في بيت لنا جسلك فدان، خدهم الرجل عالبيت عالساحة وبعمدان. ما يلقوا الساحة حلوة حلوة صلاة النبي، ما يلقوا الساحة حلوة ام زغرفة في البنيان. بنا حلو كويس بس مهطرة في الايام. ابو زيد نظر في الساحة يلقى الضبط كمان كمان. ابدا يونس يقول له قال يا خال يا خال اطلع بيني نلقى الندوة مع امراض. السحدية تعباني باين عليها ما فيهاش فرسان. يا خالق اطلع بيني نلقوا الندوة مع امراض. ما ابدا ابو زيد يقول له يا واد عيب علينا فضيحة وقلة مقدار. الراد الرحب بيني جابر الخواطر حلال ادم بيت الليلة دي لكن بكرة نعزمه جدا. قال له يا خال اطلع بيني نلقوا الندوة مع امراض. قال له عيب وفضيحة يا واد قلة مقدار. الراد الرحب بيني جبر الخواطر حلال ان بيت الليلة دي وبكرة نعزمه قداب. ليلة من الليالي اهل لا من الايام. يا واد نخل بخاتي يا يونس نخل بخاتي ارمي في اليمين عقال. ما تقلق شي يا واد يا يونس ما تلقى لك السوق دمال. Thank you.
ابو زيد قال له ما تقلقش يا يونس ولا تستعكر يا ابني بالرجال، الراد رحب بيني لانه فقره وتعبان، ان بات الليله دي وبكره نعزم قدام، وهي ليله من الليالي يا يونس نخي البخاتي وارمي في اليمين عقال بحملك امشي اتي لما يجيك فرج الرحمن. طبعا الراد اللي ضافوه دي يستم ياسين، اسمه ياسين ومعاه مراته يعني حرمه اسمها زبيدي، اسمها زبيدي وهو اسمه ياسين، صلوا على النبي. هنا يسير ركب عالقصر لفوق ركب القصر العالي، طبعا وصل مراته هيعرفها لانه ضيوف المولى اتوا في الساحل. ركب القصر العالي تعالي يا عدي يا زبيدي احكي لك باللي صار، قاعد برا الساحل اعدد على الايام، ما اتوا اربع ضيوف يحسبوا القعدة مرتاحة، يحسبونا زي زمان. ما أتوا برا الساحل يحسبونا زي زمان، ما قال له اسمع يا عمي انت يا كبر يا تعبان، فيش مطرح ده في المدينة البيت الليلة دي وبكرة نعزمه قدام. ما خشوا على الدوار، انا عزمي قاعد في الكرم بتاع زمان، ما جيت بهم على البيت عالساحة وفى عمدان، ثلاثة بيد شوية قادر ربع اثمر في مكان. ثلاثة بيد شوي قادر ربع اثمر في مكان، ركبين أربع بكر يغلب نسوم الهوى إذا طار، لابسين عجلة الحرير أدي الدخ سبل الغفار. يا بوي آتوا دخل الساحة يا عين جسمك ودي اللي كان، رأيك حدا ما معيش ما رأيك، رأيك حدا ما معيش
إلا فضل الرحمن حالتنا الله القعود به قد المشوار ما معاي إلا قعود المال اللي بيه قد المشوار فيش معاي ولا حادك تسطني مع الخطار لا بن ولا دخان حالتنا الله القعود به قد المشوار وروحها تتسكن وروحها تتسكن انا غد قعود المال اقوم اعشي ضيوفي على محكم الزمان ابدا ابدت تقول له يا راجل قل اهل قتالك انت قل اللي قاتي على دول عقلك خربان ما دول اربع ضيوف اربع لكن ضيوف ما كيف تذبح قعد المال ما لحم لكن بلا عيش وما تضيع اصل عربان او اروح لك وبات ابويا لكن من دول العرب شباب ملحمة لكن بلا عيش متى ديقص الأرباط يعني تذبح القعود لأربع تنفار وتقدم اللحمة من غير عيش أبدا يا ياسين متى ديقص الأرباط قال لما الحلك إيه ما معيش إلا القعود قال أطلع أروح لك بيت أبوي وأجيب عشا الضيوف وأدي لك في أسرع حال ابوها اسمه امين صلى على النبي اروح لك بيت ابوي من دول العرب شبعان اجيب لك عشا ضيوفك وادي في اسرع حال ما اقدر رد يقول روحي ما تعوجيش روحي ما تعوجيش كلمة واحدة وتعال قوام على دول ولا تبطيش ولا على المحتد ملام يلا عادي يا ولي علي حكم الزمان ما طلعت شوف بيدك ملفوفة في قطع الشال نظرها لسمر سلامك نظر ابو زيد سلام عمود هلال ابو زيد يقول بلاوي عشنا وشفنا الايام ما يلي ما كواتوني ما حاور قعد له قدام ولا حد خالي من الهم ما حتى الحصى فوق الاراضي اللي فيه ما جح ولا دم لكن مين بالغلب راضي من افهم يبكى معاي وبط الولاية جزاير دمع عيني بكى وياي روافدني خلف الجزاير طلعت الولية طبعا قصدت بيت ابوها
تجيب عشا الفطار، وصلت الى ابوها صلوا على النبي. زبيدة قالت له يا بايا صباح الخير، ما انت يا ولا في مسيلك، ما قالت يا زاني الخير يسلم عليك نسيبك، قالت يا صباح الخير. صلى عالزين انا احكي لك ده باللي صار، قاعدين يابا في الساحي ضيوف المولى اتونا اربع رهب القعدان. ضيوف المولى اتوني اربع ركب قعدان، ثلاثة بالشوي قادر ربع اسمر بمكان، ما ركب اربع بكر يغلبون سوم الهوى اذا صار. يابا خشب يابا 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 خشوا عالساحي، يحسبوا القعدة مرتاح، يحسبوا زي